شبكي مو على بعضك. ما بحب هالنوع من المفاجأة، حاسة كأنه شكلنا ولادي. ولادي يا دكتورة ولادي، صدقيني ما في أحلى من المفاجآت، أصلاً هي بتكسر الروتين، بتحطنا تحتي والله. ماشي، رح أمشي وراكي ورا جنانك لشوف لوين بدك تودينا. هلأ هيك طلعت أنا مجنونة؟ اي طبعاً، يعني هذا مو شي جديد، معروف عنك هالشي. معروف عني؟ بالله وين معروف عني؟ هاتي لنشوف. عندي أنا وعند الناس القريبين مني. ماشي، إذا هيك أنا زعلت. وأصلاً أحذري شو هلأ أشوفي قديش رح تنبسطي بهذا المشوار. طيب ماشي. هاي يا حلو. يييي أهلين وسهلين. شو بلاقيك راجع بكير؟ ما عندك جامعة اليوم؟ لقيت حالي تعبان ومكسل، قلت ما بدي روح على الكلية اليوم. ايوه والله أنت شكلك تعودت على المساج، ما كان لازم أعودك عليه. يعني استكترتي علي المساج كمان؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني إنه عندي شغل كتير ولسه بدي أعمل أكل. بس يلا ماشي خلص، رح أعمل لك أحلى مساج بالعالم. إيها هذا الحكي. إيه بدك ساوي لك شي تشربه؟ لا لا ما بدي شي. ألو؟ أهلين وارفة، خير؟ كيفك؟ الحمد لله تمام، أنت كيفك؟ ماشي الحال، أنت وين بالكلية؟ لا لا ماني بالكلية، بس بعد شوي راي على الكلية. خير في شي؟ لا لا ما في شي. مفاجأة، جايين نزورك بالمرسم. وين يعني؟ طب شو إجا على بالكم؟ طب قلولي. هيك طلع بلا أمل إنه نزورك، إذا بدايقك يعني هذا الشي بنرجع. لا 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 مو مشكلة أبدا، بس أنا قلت لك إنه بعد شوي نازل على الجامعة مشان هيك. إيه وأنا كمان ما بدي أتأخر، في عندي شغل. طيب أهلا وسهلا، أنت وين هلا؟ استدليت على المرسم، يلا دقيقة بكون عندك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ولي وارفة جاية لهون؟ إيه شو يعني؟ شو أعمل أنا؟ ولا تعملي أي شيء. شلون يعني ولا شيء؟ صباح مشان الله رح يوقف قلبي، ها مو معقول تجي وتشوفني هون. طيب خلص البسي وروحي لعند ولادك شوي، يعني اكيد هني ما رح يتاخروا، بس طلعوا بتصل فيك ترجعي. ماشي ماشي. تفضل وشرف. شرفت يا دكتورة. أهلين أمول. شو كتير حلو مرسمك، بس كأنه مرتب كتير، يعني زيادة عن اللزوم. يعني لهالدرجة شايفتيني فوضوي وخيم؟ لك لا ما هيك قصدي، بس بالعادة الفنان بيكون عنده هيك حالة من الفوضى بمرسمه. أنت ما شاء الله يعني. أنت عم تحكي عن نحاتين غبراية؟ ما في. لا النحاتين بيعملوها غبرة وقصاص، لكن الرسامين لا، أزبط بشوي. أنت متأثرة بالمسلسلات والأفلام اللي عم تشوفيها مو بالواقع. بجوز. ما بظن إنه أمل متأثرة بالأفلام والمسلسلات، بعتقد هي حكت هاد الشي بسبب معايشتها لقلنا سنين طويلة. ما بتتذكر مرسمك بالبيت؟ كنت تترك فنجان القهوة لأيام ويبس البن عليه وننقعه لحتى يفك. ايه مزبوط، برافو عليكي، بتذكر هيك شي. هلا يمكن لأني ما كنت مرتاح، يعني ما كنت حاسس بالاستقرار بهذاك المرسم، بس هذا المكان بحس إنه مملكتي، فطبيعي جدا إنه الواحد يعتني بمملكته. ايوه
شو رأيكم نعمل فنجانين قهوة؟ ايه خليك انا بعملها. وين المطبخ؟ عادة يا دكتور صباح الرجال بيعتبر بيته مملكته مو مرسمه أو مكان عمله. هلأ هي المسألة نسبية، يعني ممكن على أرض الواقع ما تكون هيك. وين البن؟ وين حاطه؟ يلا يلا جاي أعطيك إياه. وين حاطه؟ دورت بكل الأطرميزات. أنا بتذكر شو يعني حاطتهم هون يا صباح. وين؟ لحظة لحظة لحظة، دورت هون كمان. ها ليك برا لك نسيت أنا يعني. تفضل تفضل. يلا بالبرية. طيب يلا عندك هاي السكر وهي الفلاجين. عيني على الجليات والشمين. شو مظبوط. وهذا الغاز جعل لك الغاز. لحظة. طب ما عندك هيك شيء؟ والله فاجئني، يعني المرسم مرتب ومنظف. توقعت انزل لتحت لاقي خرابها، بس انا مدري كيف. بس انزل على ابو هيك سبحانك يا ربي بيغيب على قلبي. شو بكي ماما؟ من انت وهونيك هبط مزاجك. بعرف، حاسه حالي تعباني شوي. حبيبتي شو اللي عم يوجعك؟ قلبي اللي عم يوجعني. ليش جايبه كاسه بس؟ ما بدك تشربي؟ لا ما بدي. انا عن جد مستغربه براده قلبك على قصه جيتون اليوم. ليش هيك؟ لك بالاول قلقت، بعدين لقيت الموضوع عادي. يعني هذا اللاشعور بيعمل هيك حاله دفاعيه بيطرد القلق والخوف. صباح حاكيني عربي الله يوفقك مشان افهم عليك. يعني انت ما كان فارق معك انهم يعرفوا؟ والله ما بعرف، يعني ممكن. طيب شو حكيتوا؟ شو صار؟ ما حكينا شيء. لا بس امل لفت نظره انه المكان مرتب ونظيف وظابط، كانت متخيله انه يكون فوضوي يعني. وبالنسبه لوارفه حكيت شيء، يعني كانت صعبني طول الوقت. معناتها أكيد شكت بشي. لا أنت بتعرفي طول عمرها هي بتضل ساكتة وما بتحكي كتير. لا أمبلا، أكيد شكت بشي، لأنه هي أكتر وحدة بتعرفك أنه أنت مالك خلق على شغل البيت والتنظيف. لا بجوز ما بعرف، بس يعني الشغلة اللي صارت هيك فيها إنا لما أمل قالت لي وين القهوة ورحت عم دور على القهوة أنا وياها، فتحت البراد قمت لقيت القهوة، يعني طلع أطرميز القهوة بوشي الحمد لله. أيوة خلاص، هاي الشغلة لحالها أكيد رح تخليهم يشكوا. ما بعرف بجوز. هلأ نحن مو متجوزين بشكل رسمي، مو في عقد قانوني وشرعي بيناتنا، مش خايفة. بلا كل شيء بشكل رسمي وكل شيء على الأصول، بس أنا كتير بخاف منها لوارفة. يعني أنا ما بعرف إذا دريت بالقصة، لك أنا شلون بدي أحط عيني بعينها؟ ما رح تعرف، بس أنت خليكي رايقة وطلعي لي من هالمود بقى. Thank you.
لا تتلبكي سميرة، خلينا نفوت نحكي جوا. بس والله مو بقصدي ولا كان بنيتي اني اتجوز انا وصباح، بس ما بعرف هيك صار. انا مو هون مشكلتي، حتى لو كانت هي نيتك وانه انت اللي جريتيه للزواج مو هي المشكله تبعي. بس والله هذا الشيء ما صار. انا عم اقول لو مو هون مشكلتي، أنا مشكلتي مع حالي إنه ليش هيك عم بيصير معي. من زمان كنت أسأل حالي هالسؤال، من وقت ما حسيت، مو حسيت، كنت متأكدة إنه بيعرف نساء وعنده علاقات، وأسأل حالي ليش، ليش هيك عم يعمل، ليش هيك عم يهيني وعم يسخى فيني. أنا ما عملت معه إلا كل شيء منيح، من وقت اللي ما كان طالب بالجامعة لهلأ، للي وقفت معه وساندته وساعدته. لولاهي ما كان سافر لبرا وجاب الدكتوراه، ولا كان صار أستاذ بالجامعة، ولا عاش ببيت حلو ومرتب، ولا كان سافر كل سنة على أوروبا وبالأخير يكون رده علي إنه كل يوم يعرف واحدة شكل، لا ويتزوج علي بعدي. والله ما بعرف شو بدي أقولك. أنا بعرف إنك قدمتي له كتير، وللأمانة يعني هو دائما بيحكي عنك بالمنيح وبيقول قديش أنت ساعدتي ووقفتي جنبه. ما بيهمني شو بيحكي قدامي ولا أفاي. تعرفي يا سميرة، أصعب شي ممكن تتعرض له الزوجة إنه تكون عاجزة عن تقديم الشيء اللي بده يا زوجها، أو حتى ما تكون بتعرف شو بده. بجوز هو ما كان يحبني الحب اللي لازم يكون، بس أنا حبيته كتير من أول سنين زواجنا. أنا بحبه وبدلله، بحاول كل الوقت إنه يكون سعيد ومبسوط كل حياته. بس بعدين لما لقيته بعد عني صار يبعد ويبعد ويبعد، فصلت، تراجعت، اهتميت بشغلي، صارت علاقتنا روتينية. أسوأ شيء الشعور بالعجز، هذا أسوأ شيء. سميرة، سميرة، الو الو وينك سميرة؟ انا ببيت اختي مع الاولاد. امتى جاي يعني؟ والله ما بعرف، خلص بكره بتصل فيك ان شاء الله. كيف؟ خير خير، في شي يعني؟ اولادك فيهم شي؟ لا لا الحمد لله، اولادي ما فيهم شي،
خلص بكره بحكي معك معليش. والله شغلتي لي بالي. صباح الله يخليك، طول بالك علي شوي. خلص بكره بجي وبحكي لك. طيب مثل ما بدك. ليش هيك صغرتني؟ والله ما بستاهل منك هالإهانة كلها. لا وأنا اللي زعلت أهلي كرمالك. الظاهر كانوا شايفين فيك الشي اللي أنا ما كنت شايفته. صباح الخير. فكرتك طلعتي شو متأخرة على شغلك ولا خربت؟ لا أمانك مخربت. هو ما لي نفس روح على الشغل بس في عندي مواعيد وما فيني أجلها، مضطرة أروح. إذا بدك بروح خلال 10 دقايق. إذا بدي؟ ليش ليكون بدي يعني؟ ما بعرف، حاسة كأنك مانك مبسوط إنك تصبحت فيني. وعرف شو هالحكي؟ معقولة ما أكون مبسوط لأني تصبحت فيكي؟ ولو؟ كل شي معقول، كل شي. وعرفة أنت بتعرفي قديش أنا بقدرك وقديش أنت عزيزة علي. يعني هلأ علاقتنا ممكن تكون يعني تمر مرحلة ملل جفا، سميها مثل ما بدك، بس اني يكون مو مبسوط بس شوفك فانت غلطانة كتير. وعرفة وينك انتي؟ 3-4 مرات حكيت معك ما رديتي، خير شو القصة؟ ما سمعت التليفون، ليكني هلا أول ما سمعته رديت عليك، أنت وينك؟ كأنا بالبيت، عم انتظر لحتى تردي، لا أعرف شو بدي أعمل، أنزل ولا ما أنزل، روح على المرسم ولا إمتى جاي؟ يلا يلا ليكني رح أقوم ألبس وأنزل، يعني بدي شي ساعة أو أكثر بشوي. إجي أخذك؟ لا لا ما في داعي، هلا باخذ تاكسي وبجي. يلا بشوفك، الله معك. لك ليش ما قلتي لي من وقتها؟ تركتيني هيك حايص بينك وبينها. لا انت حكيتي وهي مضغوطة ومقهورة وعم ترمي بالكلام وانا ما بعرف شو بدي رد. لك ليش هيك عملتي؟ لاني مخنوقة. انت ما شفتها، ما شفتها قديش كانت ضعيفة ومسكينة. والله العظيم حرقت لي قلبي. لا وأكتر شيء قهرني إنه هي ما لامتني لإلي ولا حطت الحق علي.
كثير قهرتني. لك انا بحبها، يعني مو حب الرجل لزوجته، بحبها حب الالفة والعشرة والحياة المشتركة. وقال لك انت طلقتها من زمان يعني، بس جد ما بيهون علي فيها. لا حرام، هي ما بتستاهل هالشي. ايه بس انا كمان كنت معكم بالبيت وكنت شوفكم قديش بعاد عن بعض، انت بعيد عنا وهي بعيدة عنك. كنت اسأل حالي 100 مرة انه هدول الاثنين كيف تجوزوا. هلا انا لازم لاقي طريقة راضية فيها، عن جد كتير مقهور عليها انا. ايه لازم تراضيها، واذا كان بيرضيك وبيرضيها انه نترك بعض فانا موافقة. والله موافقة نترك بعض؟ حلو هالاقتراح. روحي اعملي لي لقمة اكل. روحي جوعان؟ ايه جوعان. ما بدك اعمل لك مساج كمان؟ لا ما بدي مساج، انا فعلا جوعان، اليومين ما اكلت خلص. روحي. حاضر. مرحبا. أهلين. فينا بعد إذنك نحكي كلمتين؟ هلا؟ الوقت متأخر، أنا بدي نام. معلش كلمتين ما بأخرك. تفضل. طيب بلا ما نحكي هون؟ الحقيني على الصالون يعني 10 دقايق، ما رح أخذ من وقتك كتير. وهي أنا هون. تفضل شو بدك تقول؟ وإذا بيتأجل الحديث بيكون أحسن، عندي شغل الصبح. أنا عرفت شو صار بينك وبين سميرة. سميرة حكت لي كل شيء. شو صار؟ ما صار أي شيء. أنا ماني معتبرتها إنه هي مسؤولة عن أي شيء. أصلاً هي مانا ند لإلي. ليك صباح، إذا بدك تحكي بهذا الموضوع أنا ما عندي شيء أقوله، أنا نعسانة وبدي نام. وارفة، إذا بدك أنت لا تحكي ولا كلمة، بس أنا عندي كلمتين بدي أقول لك إياهم، بس تسمعيني وخذي القرار اللي بدك إياه. إذا سمحتي تفضلي. وارفة، أنت بتعرفي قديش بعزك وبحترمك. طبعاً واضح، خاصة الاحترام. معلش خليني كفي كلامي. أنا ما بنكر إني جرحتك، بس أنا وأنت دخلنا من زمان مرحلة الروتين والاعتياد بعيد عن العواطف. ويمكن ما كان في مشاعر وعواطف بالأساس. لا لا، بالبدايات كان في، لما تزوجنا كان في مشاعر وعواطف، بس أنت رحتي لشغلك ومرضاكي ومشفاكي، وأنا رحت للكلية ورحت للطلبة ورحت للرسم، وكل واحد راح لعالم، وصرت حس أنك شريكتي بالحياة، شريكتي بالبيت، بس مو زوجتي. انتبهي، أنا ما عم لومك لحالك، أنا عم حاول أتقاسم المسؤولية معك.
بس أنا التشخيص تبعي غير هيك. أنا لما شفتك عم تبعد لعالمك الخاص يوم ورا يوم، ما حبيت إنه أعمل حياتي الخاصة التانية بعيد عنك، لأنه لا تربيتي ولا أخلاقي ولا طبيعتي بتسمح لي بهذا الشيء. ساعتها قررت إني أغرق بالشغل. قلت لحالي ما دام ما نجحتي بحياتك الزوجية وعشتيها مثل ما بتتمني، انجحي على القليلة بشغلك وأعملي حياة مهنية كويسة. لاحظي إني أنا عم بتقاسم معك المسؤولية، بس أنت عم تحاولي تحمليني المسؤولية لحالي. على كل الأحوال مو مشكلة، المشكلة إنه وصلنا لهون. ولازم تعرفي إني أنا ماني سعيد، ماني سعيد أبدا باللي صار. تعرفي وارفة، يمكن لو كان عنا ابن بنت، يعني كانوا قربونا من بعض شوي، بس موضوع الإنجاب المعقد هذا، محاولاتنا الكتيرة وعدم نجاحنا، خلانا يعني خلص ننسى الموضوع ونحاول نتعامل معه ببساطة. يعني يمكن سهل عليكي وجود أمل بنت أختك، يعني عم شوف الشغف اللي بعيونك لما بتقلك ماما. بس لازم تعرفي إنه أنا ما شفت بنتي أبدا، أنا اعتبرتها مثل بنتي، وهي المثل ما قدرت أتجاوزها أبدا. ما اختلفنا، بس قصصك مع النساء بلشت من زمان وأنا كنت أسمع، وأحياناً توصلني تفاصيل بس كنت أهملها وأنكرها عشان نضل مستمرين مع بعض. يمكن لأنه ما قدرت أنجب طفل خلاني هالشي غض النظر عن كتير أشياء، بس هون الموضوع صار صعب كتير. معقول تعمل علاقة ببيتي ومع خدامتي يا وبعدين تتزوجها؟ قاسي كتير هالحكي، كتير قاسي يا صباح. يمكن معك حق، على كل الأحوال هيك صار. أنا رجل كنت حاسس بالإهمال والروتين، اجت وحدة دللني، ناغشني، تهتم فيني، فتعاطفت معها وتعلقت فيها. امبارح كنت عم بسأل حالي، انتو شو بتحكوا مع بعض؟ بتتناقشوا؟ شو المواضيع اللي بتطرحوها؟ وارفة فهميني، الموضوع مو بهذا الاتجاه، يعني ما تفهمي الأمور بهي الطريقة. هلا يمكن أنا يعني العامل الأساسي اللي خلاني أتعلق فيها هو اهتمامها فيني، يمكن ضعفها، حاجتها إلي، يمكن في أشياء أخرى أنا ماني مدركها يعني. بس هلا اللي بيهمني إنك تسامحيني، إنك ما تكوني مجروحة مني. عن جد ما فيني شوفك مقهورة. وعلى فكرة هي قالت لي إنه إذا بتركها يعني أنت بترضي، فهي ما عندها مانع. شوفي وارفة، أي شيء بدك إياه أنا تحت أمرك. أنا بدي نوم. تصبح لك. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.